يعني الغباء والتدين والاخر مازال مستمر للاسف الشديد. نقرا انا يعني نقرا شوف نقرا انا مثلا بيان من رئاسة الجمهورية. تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه السيد محمد والشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة. أوكي. تطرق فيها إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في كل المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الجزائري والموريتاني. رئيس موريتانيا كلم تبون اللي هو يعني رئيس مترشح انتهت العهده نتاعو وسقس عليه واش راك سي تبون الله توحشني كنت شد بال البارح كنت انا نحوس عليك كنت حاب نشرب معك قهوه ما لقيتكش الله توحشتك سي تبون وراك ومديريه الاعلام سي كمال وعبد اللطيف وعبد الوهاب وجماعه يوقتوا بالقاشي ويقنبوا بينا يحسبونا هوايش وينشرونا في بيان هاو رئيس موريتانيا كلم رئيس رئيس الجزائري تبون ونقول له واش راك بخير توحشناك وباكش دبان سي ماكش دبان اسدي طل علينا والله يعني ما فهمتش هذا احنا واش دخلنا عيط له ما عيطلوش يعني انا استفدت ايه انا كمواطن قارئ من عين طايا ولا عين بنيان ولا عين كرشه ولا عين معبد ولا عين كذا ولا عين كذا ولا عين كذا ولا عين خروف وش دخلني في هذا الغزاوي الغزاوي يكلم تبون ويقول واش راك بخير وتوحشناك وش دخلني يعني انا نحكي لك من ناحيه الخبر كخبر خبر تافه خبر تافه تفاهه المحرر الذي كتبه لان الذي كتب هذا الخبر انسان تافه فرغ شغل ما لقاوش يدير والله السنه السنه تشوف نخبركم شني هاو تاع موريتانيا كلم تاع الرئيس الجزائري وقال له شني تطرق فيها العلاقات الاخويه التي تجمع البلدين وكذا كذا يا دين الرب هذا راهو رئيس منتهي عهدته خلاص مش رئيس جمهوريه مش رئيس جمهوريه راهو مترشح اذا الخبر تافه لا يستحق ولا يستاهل حتى الحبر اللي خسرتوا عليه وقتاش يكون خبر مهم ويكون خبر عنده قيمة إعلامية لما يكون بصيغة أخرى كيفاش يكون اتصل الرئيس الموريتاني بالرئيس الجزائري وتباحث معه آخر التطورات الحاصلة في المنطقة والتهديد الأمني الذي يهدد البلدين الجزائر وموريتانيا وتناقش معه حول السبل الكفيلة لتصدي لهذا العمل الإرهابي الذي حدث في المنطقة والمخاطر التي تهدد منطقة الساحل والصحراء هنا يولي خبر مليح هنا يولي خبر مليح لأنه هذا هو الحقيقة لأن الغزاوي اتصل بتبون في هذا الموضوع في هذا الأمر ما اتصلش به يقول له توحشتك راني شفت نشرب معك قهوة اتصل به قال له راه خلات تبون لا خويك انا ما عنديش قوه كما الجزائر عاونوني يعودوا يصدموا علينا الارهابيين راهم تحالفوا مع التوارق وتحالفوا مع الزواد ومع فاغرر الدنيا حتى خلق ذا عاوننا انا اخوك كي تولي صيغه اعلاميه اسلوب اعلامي مقنع نتقبلوها نقولوا خبر مهم بيان في رئاسه الجمهوريه ان الرئيس الموريتاني اتصل بالرئيس الجزائري في هذه الظروف الاستثنائيه ليتباحث معه اخر التطورات في المنطقه اخر التطورات الامنيه في المنطقه بصح باش تجي تعطيني خبر نتاع واحد بغل زايله تباحث العلاقات الثنائيه بين الجزائر وكذا كذا في كذا والصيد البحري وقال له واش نبعث لك شوي سردين ونبعث لك طونه ما عندهاش علاقه رفعوا المستوى يا زويل رفعوا المستوى انا نقول لهم زويل لانه اللي كتب زايله لانه يتعامل معنا كزويل يحسبنا احنا حمير ماناش فاهمين يطبع لنا في الراشي يحسبنا راه مازلنا في الحزب الواحد وجريده الشعب براك اللي تمشي في لا 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 لا. هاكونوا عاقلين رفعوا المستوى عاملونا معامله محترمه نعاملكم معامله محترمه تحترمونا نحترمكم تقدرونا نقدركم تحاولوا تحتقرونا وتصغرونا نحتقركم هذا هو الاسلوب اللي لازم يليق معاكم انتم لازم يليق لكم الاسلوب تاع الكف ترباو ورفعوا المستوى ترباو ورفعوا المستوى لا تقودوا قاعدين خرجوا من الزريبه هذه انا عندي قرار نقول لكم هذه زريبه الاعلام هذه زريبه الاعلام كوني قالوا موريتانيا اتصل تبون قالوا واش راك بخير كذا شوف نانا طاطا اختك كما قال تبون زيدوا توجوا مع الاعلام
في الوقت الذي رفضت فيه بعض الوفود الرياضية العربية ومنهم الجزائر أي تطبيع مع قتلة الأطفال والنساء، وقامت بالانسحاب الفوري من أي منافسة مع ممثلي الكيان الصهيوني، ينبطح بعض أشباه الفلسطينيين. ينبطح بعض أشباه الفلسطينيين ومن يدعون تمثيل الشعب الفلسطيني وكذا 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 وكذا، وينزلون صورة تاع الجنرال جبريل رجوب. هذا اللي كتب المقال هذا، هذا الزايل، هذا الدهس، هذا اللي كتب المقال هذا على باله بلي هذا جبريل رجوب جنرال مع البلوش، على باله بلي جنرال وعضو اللجنة التنفيذية في حركة فتح ومن أقرب المقربين ياسر عرفات، هو مدير الأمن الوقائي، مدير المخابرات، كان مدير المخابرات الفلسطينية، ويعني ورب من ربوبة فلسطين مع البلوش. هذا الزايل اللي كتب المقال هذا على باله هذا جبريل رجوب شكون هو مع البلوش، لانه ناس بكري يقول لك اللي ما يعرفش قيمه الطير يشويه، اللي ما يعرفش قيمه الطير يشويه، يجيبوا له ببغاء يذبحوه روح يشويه. لانه هذا الزايل لو كان يعرف هذايا، هذا الزايل اللي بغى اللي كتب المقال هذا، اللي كتب هذا المنشور في الاذاعه الدوليه، اذاعه بغالي، جمهوريه بغالي، لو كان جا يعرف من هو جبريل رجوب ما يكتبش الكلام. اشبه الفلسطينيين يا زايل، هذا راه قائد فلسطين، هذا راه منو ياسر عرفات ومنو محمود عباس، كيف تقول اشبه الفلسطينيين؟ وهل الرأي نتاعك انت هل هو رأي السلطة الرسمية الجزائرية الدولة ورئاسة الجمهورية وزارة الخارجية، ولا اجتهاد منك؟ لأنه هذا المقال تكتبه جريدة الخبر ولا الشروق ولا النهار، ولا يكتبه واحد كعلى بن زديرة يقوله، ولا أي واحد يكتبه عادي. يعني هذا الكلام يقوله أي إعلامي، أي ناشط، أي مدون، أي مواطن جزائري يعتبر كلام عادي، لكن تقوله وسيلة إعلام رسمية ناطق رسمي باسم الدولة، لأنه الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الجزائرية هذه المؤسسات، هذه يعني راهي لسان حال الدولة، لسان حال مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية، لسان حال الرئيس عبد المجيد تبون. إذا هذا الكلام، إذا كان هذا الكلام هو موقف الدولة الجزائرية، قولوا لنا وضحوا لنا باش نكونوا فاهمين. إذا كان موقف محرر غبي تافه لا يعرف قيمة ما كتب وتأثير ما كتب، هربطونا هذا الزوايلس سيدي، ربطونا هذا الكلاب، هذه الحمير هذه راه عندكم في الطاقين، هذه تسك، هذه تلقوها ربطوها يا سيدي، ربطونا هذا الزوايل راه عندكم تسك في الزريبة سيدي، وراكم سي واحد يهضر على جبريل الرجوب يقول اشباه الفلسطينيين الذين يطبعون ويهرول، واش توج دخلك في جده يا سيدي؟ واش دخلك؟ هو عنده سياسته وعنده طريقته كيفاش يتعامل مع العدو الاسرائيلي، الله يسهل عليه. احنا عندنا طريقتنا الرسميه، الدوله الرسميه الجزائريه عندنا طريقتنا واعلامنا الرسمي وكذا وكذا، كل واحد ياخذ باله من الغلو، كل واحد ياخذ باله من الغلو، كل واحد يتصرف على روحه، كلام غير مسؤول. هذا الاخر خليني نحوس على عذرين، هذه القنوات الدوله لا يتصرف في الدراهم في الملايير على الاذاعه وعلى هذه الكوري، هذا قاعد نشوف نلقى اذاعه زمان اف ام، اذاعه زمان اف ام دخلت نلقى ونلقى عندنا قداه، الله يبارك، عندنا 9 قنوات، وشني القناه الاولى، القناه الثانيه، القناه الثالثه، القناه الاذاعه الدوليه، اذاعه القران الكريم، اذاعه الثقافيه، اذاعه جيل اف ام، إذاعة زمان هذه تاع القناة، والإذاعات الجهوية اللي هما تقريبا في كل ولاية كاين إذاعة. هذا الحالة كامل نلقى عندنا صرعوفة تاع إذاعات، ولكن هذه الإذاعات كامل ربي سهل عليهم ما نشوفوهمش، وقتاش نهتموا بهم كي نلقاهم دايرين، كي نلقاهم يسكوا. يعني من حقك يا سي بغالي أنت والجماعة اللي معاك، من حقكم تكونوا حمير، بصح مش من حقكم تسكونا سي محمد، من حقكم تكونوا حمير في الزريبات تاعكم، بصح ما تسكوناش، راكم خلصوا من عندنا سي محمد، تخلصوا مش من عند الشعب الجزائري، راكم تابعين للشعب الجزائري سي محمد، إذا عادي راه تاع الشعب ماهوش ملك خاص. إذا نكتبوا أسلوب محترم ونشروا كلام مقبول يمثل الشعب الجزائري، الدراهم اللي تخسروا فيهم على إذاعات وهمية، إذاعة زمان وإذاعة مش عايشني وإذاعة كذا، على الأقل اشرو بهم ديجونكتور، ولا اشرو بهم مش عارف أنايا جروب إلكتروجين، باش ما تروحلكمش للقنوات، لأن كل مرة يصير لكم ماس تاع تيستي وتمشوها بالفيزيبل وتخسروا في الدراهم.
وملف تاع الاذاعه مع ملفات خدا اخرى تاع التعتيديه وتاع التلفزيون راهي جايه، قضيه وقت فقط. ملفات الفساد المالي في الاذاعه في التلفزيون في وكاله الاشهار وفي وكاله هذه المؤسسه الوطنيه للبث الاذاعي والتلفزي وفي مؤسسات اخرى حتى هذاك يسموه المركز الدولي للصحافه وكلهم هذو اللي تابعين الاتصال هذو كلهم ملفاتهم راهي واجده، فقط قضيه وقت، قضيه وقت. واللي يحمي فيكم اليوم ما تلقاوش غدوه، انتوا فاهمين وانا فاهم شنو نهضر. اللي راهو يحمي فيكم اليوم البارابلو اللي راه اليوم كوفريتكم شويه غدوه راه ما تكونش. اليوم رايك بارابلو بيسك لاوك شويه مطر، بصح غدوه تطلع الشمس، غدوه تطلع الشمس شمس الحريه بعد راحت البارابلو قاعدين لكم. احنا الصيف الشتاء الربيع الخريف احنا قاعدين لكم، رانا مسجلين كلش، نستناكم في الدوره، في الدوره تقمك العوره. اوكي انا جاي بالعقل تعوسوا هاك. ومن بعد قاعد نحوس نلقى، شوفوا معايا هنا اذاعات، كاينه القناه الاولى، القناه الثانيه، القناه الثالثه، اذاعه الدوليه، اذاعه الدوليه، اذاعه القران الكريم، اذاعه الثقافيه، اذاعه الجهويه، اذاعه زمان، اذاعه جيل اف ام. ومن بعد لقيت بلي كاينه اذاعه اخرى اسمها اذاعه افريقيا، بصح في الاخر ما كانش في الاورغانيغرام تاعو، ما كانش، ما عندها لا الشعار ولا الاخر. اذاعه هنا قال لك اطلاق اذاعه افريقيا اف ام رسميا مساء الاربعاء. واش من الاربعاء؟ خلينا نشوفوا واش من الاربعاء. الاربعاء تاع 2013 يعني في ماي 3 ماي 2023 قلت 13 23 العام اللي فات نورمالمون انطلقت اذاعه اف ام. ما دام انطلقت اذاعه اف ام يا سي بغالي معناتها كاينه اذاعه اف ام هنا وعلى ما كنتوش دايرينها. ما تسعاش هنا وراي، لا هنا، هنا وراي اف ام اذاعه افريقيا اف ام. هنا ما كاش، كاينه اذاعه زمان تاع الغناء خليفه احمد ودرياسه وورده الجزائريه ربي يرحمهم، بصح اذاعه افريقيا ما كانش. شوفوا ليكش ما كاين اذاعه افريقيا ما كانش، معناتها راكم تحشوا القاشي، معناتها راكم تكذبوا علينا، معناتها راكم تبلعطوا فينا. اطلاق اذاعه افريقيا اف ام رسميا مساء الاربعاء وهي ما كانش لا اذاعه افريقيا لا اذاعه اسيا لا اذاعه السنغال. السؤال ما دام راكم قلتوا اطلاق اذاعه افريقيا، اولا وراهي اين، على اي تردد تبث، وميزانيتها دراهمها وين راحوا؟ دراهمها وين راحوا؟ سجلوها. اوكي انا نسجلوها هذه هنايا للمستقبل. اوكي نزيدو نروحو للتلفزيون نعطيهم برك واحد الاخر ونقول له السي المدير نقول له وعدتونا انكم الفيلم تعرضوه في رمضان اللي فات وما عرضتوش. بعد كده قلت لنا خلاص انا نرتبوا فيه في 5 جويلية يفوت، ما فاتش. تقولوا لنا في اول نوفمبر يفوت، نبقاو نسالوا فيكم ردوا بالكم تقولوا بلا مينسى ولا راهم خلاص ولا